لكن هل هناك مشروع واضح من قبل حتى التحالف؟ بلاش من قبل يعني قبل الرئاسة الداخلية والشرعية وغيره وغيره، هل هناك مشروع واضح حتى في الانتقالي الذي يطلب دولة جنوبية؟ صح؟ يطلب دولة جنوبية. أنا تناقشت مع كثير من أهل الانتقالي ايوه، من حلقات عليا، يعني هل ما هو شارك الجانب؟ في الحوار الجنوبي الذي دعا له الانتقالي؟ ليس رسميا، ايوه. لم يدعوني رسميا، طب هل إنما شاركوا هل من حضرموت الجامع؟ نعم شاركوا نعم فيه؟ ذهبوا ايش إلى كانت القاهرة، طباعتكم؟ نعم لم تخرج عنهم شيء، لم يخرج أي بيان، لكن أنا طبعا بالاتصالات وبالحوار مع كثير من الناس عرفت أنهم قدموا لهم وثائق حضرموت، تمام، ايوه وكانوا معلقين بعضهم صدورهم معلقين هذا العلم، ايوه اوكي. يقولوا لهم هذه فكرتنا الحضرموت، ما هي فكرتكم؟ ايش قالوا؟ قالوا لا احنا بعد احنا بنناقش. والذي اعرفه انه ليس هناك فكرة مكتوبة لشكل الدولة في الجنوب.